لو جينا بصينا على المساله دي، انتجريشن 3 روت اكس ماينس 1 اوفر اكس بار 4، دي انا لازم احول الروت او الجذر التربيعي ده والمقام ده. ما ينفعش، ما ينفعش عندنا يكون في روت كده ولا مقام زي كده. طب امال نعمل ايه؟ نعدل. طب تعدلهم ازاي؟ انا عندي ان انا لو انا قلت 1 اوفر اكس بار 4 دي، انا من حقي اطلعها اكس بار 4 فوق، بس اطلعها بباور نيجاتيف، يبقى 1 اوفر اكس بار نيجاتيف 4. طيب بالنسبه للروت اكس، الروت اكس من حقي ان انا بنشيل الروت خالص ونخليها اللي جوه على اللي بره. يعني ايه اللي جوه على اللي بره؟ الروت ده اساسا كان فينا 1 وكان فينا 2 اساسا، بس من الاختصار شالوهم، بالاختصار شالوا ال1 وال2 دول. فانا ممكن تشيل عليه، يبقى لما يجي لي سكوير روت من حق ان انا اشيل الروت خالص واخد اللي جوه، يعني ال1 على 2. طب نفرض جالي كيوبك روت، مفيش مشكله اهو، شيل الروت العلامه دي خالص وخد اللي جوه، كان فينا 1 خد اللي جوه على اللي بره، يبقى اكس بار 1 على 2. طب افرض جه حاجه ثانيه، فيفث روت لاكس بار 2، مفيش مشكله خالص، وممكن اللي جوه ده يبقى اكبر، يعني عادي، ممكن تلاقي ده 7، يعني عادي، ايه المشكله يعني؟ عادي جدا، شيل الروت بس المهم تاخد اللي جوه على اللي بره، يعني 7 اوفر 5. يبقى ده كده بالنسبه لايه؟ لتعديل الروت. طب افرض الروت جاي تحت، يعني جاي لك كده مثلا 1 على كيوبك روت لاكس بار 2، قال لك دي هيبقى فيها تعديلين، تعديلين اتنين. الاول عدل الروت، يعني 1 اوفر اكس خد اللي جوه على اللي بره. التعديل الثاني اعمل الحركه الاولى دي، طلع دي فوق بس اعكس الاشاره بتاعت الباور. يعني ازاي؟ يعني طلع دي فوق. طب هو لازم كل مره يبقى في 1 فوق؟ ممكن تلاقي فوق ده مثلا في 4 مثلا، ايه المشكله؟ عادي يعني. المهم ان ده هيطلع جنب الفور اللي فوق، يعني الفور اهي هيطلع جنبه بس هيغير السايد اهو. طب احنا انت ليه هنا بتحط بقى ايه؟ بتطلع كده على طول، اصل هو المفروض هي بتطلع جنب ال1. فال1 ما بيتكتبش، ملوش لازمه، فاحنا بنقول بتطلع ايه؟ اكس بار نيجاتيف 4، بس هو المفروض ان هو بيطلع من تحت بنيجاتيف باور جنب ال1 اللي فوق ده. حسب العدد اللي هنا 4 5 زي ما يطلع، هو بيطلع جنبه، يعني لو في هنا 5 هو يطلع جنبه يبقى 5 اكس بار نيجاتيف 4. فدلوقتي الروت دايما اعدله، طب لو جاي لي تحت اعدله واطلعه فوق بنيجاتيف باور. يبقى دي كده ايه؟ عشان نبقى عارفين التصريف. طب نرجع لمسالتنا بقى. طيب بالنسبه للثري اللي بره مالهاش دعوه بحاجه. يعني المساله كده تعادلها هيبقى ايه؟ ادي الثري. الايه روت اكس دي هتبقى اكس بار هاف ماينس، دي قلنا هتطلع فوق جنب ال1، يعني هتبقى كده. الكلام ده كله دي اكس. طب احنا خدنا في الانتجريشن او التكامل ده بعمل ايه؟ بزود على الباور دي 1، يعني الهاف ده هعمله بلس 1. الهاف ده هعمله بلس 1. لو انت عملت الهاف بلس 1 هيدي لك 3 اوفر 2. تاني انا هعمل الهاف ده هعمله بلس 1 هيديك 3 اوفر 2 كالكوليتر. المفروض اللي بره ده واقف كده اللي هو 3 هيتعمل ديفايدد ده. يعني ال 3 اللي بره دي هتتعمل ديفايدد 3 اوفر 2. هعمل دي مايله بس عشان تبان، هعملها كده مايله شويه، شرطه مايله عشان تبان. يعني المفروض اللي واقف بره ده مستني لما الباور تزيد يعمل ديفايد عليه. طب تعالى على دي، هتزود الباور 1. طب واحد يقول لك النيجاتيف 4 لما زودها 1 هتبقى نيجاتيف 5، لا بالعكس هتبقى نيجاتيف 3. اهي انت ضربتها حتى نيجاتيف 4 بلس 1 يديك نيجاتيف 3. فانا ما استعجلش، او اعمل لها بلس 1 على الكالكوليتر هتديني نيجاتيف 3. طيب ده واقف بره اللي هو النيجاتيف 1 منتظر لما ده يطلع يعمل ديفايد عليه. وما انساش طالما انا شلت علامه الانتجريشن اللي هي العلامه دي، هبتدي احط كلمه كونستانت. كويس جدا. طيب تعالى بقى دلوقتي، دي ممكن تتحسب على الكالكوليتر. اعملها ازاي على الكالكوليتر؟ هي كده، بص هي جالك كده 3 اوفر 3 على 2، اللي بيعرف يكتبها كده على طول ماشي، ما اللي ما يعرفش يكتب 3 والاوفر ده ايه؟ يعملها ديفايد هما مرتين 3 على 2. الكالكوليتر طبعا بتكون مش قايله الفراكشن ده او الكسر ده وتعمله تايمز ده، فيعني مش هتوجع دماغك، لا تطلع لك 2.
اكلت يعني ممكن احسب دي كده كلها تطلع فيه. طيب وده نيجاتيف 1 ديفايدد نيجاتيف 3 هيديني على الكالكوليتر بوزيتيف 1 على 3، ودي اكس بار نيجاتيف 3 بلس. اللي يسيبها لحد كده صح، يسيب المساله لحد كده صح. طب في ناس يقول لك انا عايز اعمل فيها تعديل اكتر، يعني المفروض المساله بتاعت لحد كده. لو انت عايز تعمل تعديل اكتر يبان ان انت بقى طالب متميز وبتاع، عايز تعمل تعديل اكتر مفيش مشكله. او عامل ايه؟ انا عارف ان دي اصلا كانت عباره عن ايه، دي طالما الباور بتاعتي فراكشن كده يعني كاس، اكيد دي كان في روت هنا وده كانت الثري هي اللي جوه والتو هي اللي بره، اكيد ده كانت المنظر ده. التو اللي بره ما بتتكتبش، هو الجذر التربيع السكوير روت المفروض عليه تو هنا بس ما بتتكتبش، فقال لك خلاص شيل. طيب نيجي على دي، ده دي الاكس البار بتاعتها نيجاتيف، يقول لك دي اساسا اكيد كانت تحت وطلعت فوق. يعني ازاي؟ ادي ال1 على 3 يكتبها عادي اهي هي دي، ويجي على دي يرجع ينزلها تاني تحت، خليها اكس بار 3 تحت بلس. طب هل لو انا ما عملتش الخطوه دي ابقى غلطان؟ لا مش غلطان، ولكن انا لما اعملها تكمل معايا الحل، تكمل معايا الحل تمام. فيفضل يعني ان انا زي ما المساله كانت بدأ كانت بدأ فيها جذور او روت وفيها مقام، انا وصلتها برضه في الاخر فيها جذور وفيها مقام. يبقى ده كده الحل ده ان شاء الله ما فيش فيه يعني ايه مش ناقص اي حاجه. يبقى انا لو انا عملت الستيب دي ماشي، ما عملتهاش ماشي تمام. بس ما انا ممكن اعملها طالما انا عارفها اعملها، اذ ربما تكون موجوده في الموديل انسر اللي هو نموذج الاجابه، فممكن انقص عليها. فانا اعملها طالما بعرف اعملها اعملها، مش عارف اعمل الخطوه الاخيره دي، لو وصلت لحد هنا تبقى المساله تعتبر صحيحه. لو جينا على دي بقى واجبها لي، ده متعدل جاهز، ده محتاج تعديل، مفيش مشكله اهو. علامه التكامل اكتبها تاني بالانتجريشن، ده متعدل جاهز. متعدل جاهز يعني ايه؟ والله جاي لي على السطر مفيش دينومينيتور او مفيش مقام ومفيش فيه روت، ده اللي محتاج تعديل. طب وانا على روت اكس دي لما انا اعدلها، انت ممكن تعدلها على جنب بره كده. وانا على روت اكس دي كانت عباره عن ايه؟ روت اكس كان اكس بار هاف اصلا. روت اكس كان اكس بار هاف. وهتطلع فوق جنب ال1 يبقى كانها 1 اكس باور نيجاتيف هاف. يبقى فيها تعديلين اثنين. التعديل الاولاني ان روت اكس انا عملته اكس بار هاف. التعديل الثاني ان دي طلعت جنب ال1 فوق بقت 1 اكس بار نيجاتيف هاف. اللي مش عايز يكتب ال1 دي مفيش مشكله، بس انا بتكلم عشان ايه؟ نبقى فاهمين انها طلعت جنب ال1. كويس قوي. نيجاتيف هاف. طيب حلو قوي. يعني دي انا ممكن اشيلها كلها كده واكتب بدالها 1 اكس باور نيجاتيف هاف. الو استاذ حضرتك. الو. 1 اكس باور نيجاتيف هاف دي اكس. نبتدي نقوم عاملين ايه بقى؟ انتجريشن عادي جدا. المفروض انا بزود الباور دي 1، طب انت النيجاتيف 2 لو زودت عليها 1 اهي نيجاتيف 2 بلس 1 تديك نيجاتيف 1. يعني دي بقت اكس باور نيجاتيف 1. وتعمل ديفايدد، ال2 دي واقفه بره منتظره، تعمل ديفايدد على الباور الجديد. حلو، خلصنا من دي. طب خش على دي، زود لي على الباور 1، يعني النيجاتيف هاف دي زود لي عليها 1 بلس 1 كده هتدي لك هاف على الكالكوليتر. حلو. ال1 واقف منتظر يعمل ديفايدد الباور الجديد اللي هي ديفايدد هاف. زي ما اتفقنا لو انا هعمل 1 ديفايدد هاف هيديني 2 فيرست في الخطوه اللي جايه. طبعا طالما انا شلت علامه الانتجريشن احط ايه؟ كونست. كويس. طيب نظبط دي بالكالكوليتر بقى، 2 ديفايدد نيجاتيف 1 هيدي نيجاتيف 2 اكس. طب هنا 1 ديفايدد هاف انا حسبتها على الكالكوليتر طلعت لي 2، وادي اكس بار هاف بلس بلس. والله اللي يسيبها كده صح، اللي عايز يكملها مش تبقى اجابته ما فيهاش اي ايه شورت جامع او حاجه او نقص. بسيطه جدا، ده كانت اكس بار نيجاتيف 1، مالكش دعوه بالنيجاتيف 2 بقى، نيجاتيف 2 دي كوفيشنت او معامل، سيبها زي ما هي. ودي تنزل تحت، لو نزلت تحت بدل ما هي بقت باور نيجاتيف 1 بقت باور بوزيتيف 1، تنزل تحتها يعني. يعني انت ممكن تشيل ال 1 كده، دي بقت نيجاتيف 2 على اكس. طب تعالى على دي، انا افضل نكملها للاخر، اذ ربما تكون جاي لي في الامتحان على هي دي تشوز او كومبليت او كلام زي كده. لو جه على هي دي تشوز اكيد ممكن يجيب لي الفاينل انسر دي اللي هي الاجابه النهائيه دي، فيفضل ان انا اكون انا عارف بكملها للاخر ازاي. انا ممكن ما يجيبليش الخطوه دي في الاختيارات،
يجيب لي الخطوه اللي انا بعملها دلوقتي وتكملتها مش صعب. ده هينزل تحت اكس بار 1 وال1 والديسكربشن. ده موجب ما منزلش تحت ولا حاجه، ده بوستر. امال ايه اللي هيحصل له؟ طالما ده فراكشن كاسب كده او كاتب الاكس اللي هو عامل عليها العلامه الروت، وابتدي ابص المفروض اكتب اللي جوه على اللي بره. طب في حاجه بقى، الالوان اللي جوه له لازمه بيتشال ولا الطول اللي بره دي بتتكتب؟ لان الجهاز الطبيعي ما بيكتبش عليه لا دي ولا دي. ومعروف زي ما اتفقنا ايه؟ اكس بار هاف هي كانت اكس على طول. بلس كونستنت، خلصت على كده المساله. ويبقى انا كده حتى لو جت لي في الاختيارات او الاوبشنز بتاعتي جاي لي الاوبشن ده الاختيار ده انا اقدر اختار، لان ممكن ما يجيبليش ده يقوم جايب لي ده الفاينل انسر ده، عايز يشوفني انا بعرف اعمل لها اخلصها للاخر ولا لا. المساله دي انتجريشن اكس بار 1 اوفر 3 ماينس 3 اوفر اكس بار 2 اوفر 3. احنا في عندنا رول في الماس بتقول لو انت عندك مثلا اي بلس بي اوفر سي، يعني انت حاجتين بلس بعض او ماينس بعض وبتعملهم ديفايدد حاجه تحت، ايه اللي بيحصل؟ الاي مره بتتعمل ديفايدد السي بلس البي مره تتعمل ديفايدد السي، يعني هما الاثنين اللي فوق بيتعملوا ديفايدد سي. طب لو ماينس نفس القصه؟ لو ماينس نفس القصه يبقى الاي مره ديفايدد السي اي اوفر سي، وبعدين مره ماينس كده البي اوفر سي. طب هل لو هما تايمز يعني ملزومين في بعض كده كده ملزومين كده على تايمز اي بي وعلى سي ينفع اعمل الحركه دي؟ قال لك لا لا. امال نعمل ايه؟ قال لك هتعمل الاي ممكن من حقك تعمل الاي اوفر سي. طب والبي؟ قال لك لا البي ما تعملهاش، يعني ممكن تقول بقى ايه علامه تايمز اهي البي سيبها لوحدها على الصفر، واحده منهم بس اللي تتعمل. واحد تاني يقول لك طب يعني ممكن اعمل البي؟ ممكن تعمل البي يا سيدي، سيب الاي مالكش دعوه بيها بس تعمل البي هي اللي اوفر السي. ولكن لما تكون جايه بلس او ماينس، لا هما الاثنين يعملوا ديفايدد للسي. هنستغل احنا الرول دي هنا ان شاء الله. الاثنين دول جايين ماينس بعض اهو وجايين اوفر ده، خلاص نقسم. نقسم ازاي؟ يعني اعمل اكس باور 1 على 3 اوفر اكس باور 2 على 3. ويرجع النيجاتيف 3 ده ايه؟ تتعمل ديفايدد اكس بار على 3 دي اكس. ايه زي القاعده دي، خدت الاولاني قسمته على السي والثاني قسمته على السي. هنا برضه اخد الاولاني اقسمه على اللي تحت والثاني اقسمه على اللي تحت. قسمت مسالتين. وفي ناس بيرجع يحط علامه انتجريشن هنا يقول لك اقسمها مسالتين تكامل، بس مش محتاجها. طيب احنا عندنا قاعده ثانيه بتقول لي ان لما اكون بقسم اكس على اكس بناخد اكس واحده ونطرح الاسس او نعمل ماينس للباورز. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول مثلا اكس باور 5 ديفايدد اكس باور 2، انا باخد اكس واحده واعمل 5 ماينس 2 يديني 3. هو ده اللي هنعمله هنا. انا هاخد اكس واحده واعمل 1 اوفر 3 ماينس 2 اوفر 3. هيديني كل ده، انا لسه ما اشتغلتش كل ده، ما عملتش انتجريشن لسه. انا عمال اظبط في المساله بصفيها واصغرها. هعمل 1 اوفر 3 ماينس 2 اوفر 3 يديني نيجاتيف 1. حلو قوي. طيب تعالى كده، طب بالنسبه لايه بقى؟ واحد يقول لك ايه؟ اعتبر ال 3 دي بار 1 واعمل ماينس للباور. غلط غلط، لان هنا دي اسمها اكس دي اسمها 3، ملهمش علاقه ببعض خالص. لكن هنا دي كان اسمها اكس ودي اسمها اكس، فخدنا اكس واحده وعملنا ماينس للباور. لكن دي ما تعملش فيها حاجه، يعني اعمل ايه دي؟ سيبها زي ما هي كده 3 اوفر اكس باور 2 اوفر 3 دي اكس. طيب لسه المساله محتاجه تعديل، لسه انا لسه كل ده ما عملتش انتجريشن اللي هو موضوع ازود الباور 1 واعمل ديفايد بالباور كده، لسه ما عملتش. لما اظبط شكل المساله الاول، طيب هتعمل تعديل ايه تاني؟ قال لك مش ده موجود تحت، ما ينفعش يفضل تحت، يطلع فوق يغير السايد بتاعتي. طول ما انا عمال اعدل عمال اكتب علامه الانتجريشن، علامه الانتجريشن عامل كده. طيب الاولاني ده اتظبط اهو، الثاني ده هيطلع فوق يبقى اكس باور كده. المساله ظبطت. يعني ايه ظبطت؟ يعني ابتدي اطبق على القاعده بتاعتي بقى. ايه اللي عرفت انها خلي اعرفك انها ظبطت؟ اولا المساله ما عادتش فيها مقام، يعني مش زي كده مش حاجه على حاجه. المساله بقت على السطر يعني مع السطر. نبتدي بقى نطبق الشغل بتاعنا. انا باجي على الباور دي هنا 1 ما تنساش، بزود الباور 1، يعني هكتب نيجاتيف 1 اوفر 3 بلس 1
على الكالكوليتر هتقول 2 اوفر 3 يبقى دي بقت اكس بار 2 على 3 واعمل ديفايدد الباور الجديده يعني هاخد ال1 ده اهو اعمله ديفايدد الباور الجديده اللي هي 2 على 3 في بره في الهاش هتديني 3 على 2 خلصنا دي خش على دي ازود على الباور دي 1 لو زودت عليها 1 هتبقى اكس باور 1 على 3 ارجع خد النيجاتيف 3 لبره اعملها ديفايدد الباور الجديد يعني النيجاتيف 3 هتتعمل ديفايدد ال1 على 3 هلاقيها طلعت لي نيجاتيف 9 هلاقيها طلعت لي نيجاتيف 9 تمام بلس كونستنت طالما انت ابتديت تزود الباور 1 وتعمل ديفايدد الباور الجديده تشيل علامه الانتجريشن كامل دي تحط بدالها كونستنت والله عايز تسيبها على كده اوكي مش عايز تسيبها على كده زي ما اتفقنا ممكن يجي لي في الاختيارات هو مكملها عن كده طب نكملها عن كده هكمل لي فيها ايه تاني؟ هتكمل ازاي؟ هيقوم ايه؟ مرجع الحاجه لاصلها، يعني ايه مرجع لاصلها؟ يعني 3 على 2 اهي والله ده اس كسر اكشن يكتب الاكس يعمل يعني العلامه دي كده ياخد ال 2 دي كانت هي اللي جوه وال 3 كانت هي اللي بره بس كده اكس بار 2 على 2 طب بالنسبه لدي دي كانت نيجاتيف 9 وبالنسبه لاكس بار 1 على 3 دي ادي اكس اهي ال1 ده اللي كان جوه وال3 اللي كانت بره. طب معروف ان ال1 ده ما بيتكتبش يعني اكس بره اللي فيه اكس وخلاص. يبقى ده الشكل النهائي لان ممكن الاقي جاي لي في اختياري الاجابه المساله دي جاي لي في تشوز او اختياري جايه الاجابه النهائيه بتاعتها كده في الاختيارات مش جايه كده. لكن والله لو واجه هنا مساله ويقول لي حل انت ممكن لو انا سبتها لحد ما صح برضه. كملتها هنا يفضل. ده كده يبقى اتمنى يكون الكلام ده ان شاء الله فاهم يعني.